أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم أود أن يعني أتكلم على خمس كرامات ومعجزات أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس يعني لا تتحدث عليها وما رايش تقدرها حق قدر تلك الكرامة العظيمة والمعجزة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيها لأي نبي من قبله. أولا وقبل كل شيء هي زيادة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في واحد البوست في فيسبوك على كل ما جرى يوم ولادته، يعني مثل النور الذي يعني ملأ البيت، النور الذي سطع حتى الشام، والنور اللي شافوه يعني الأقربين يعني تاع أمه أمينة اللي خرج منه ويعني مشى وغطى المشرق والمغرب. يعني هذا النور دليل على حاجة عظيمة على كل حال، وهو النور المحمدي. أما الشيء اللي يعني ما العلماء ولا يعني هذا المفسرين للقرآن المفسرين للسنة يعني ما عطاوش القيمة، تكلموا عليه حقيقة ولكن ما عطاوش القيمة تاع داك الشيء. الأولى وقبل كل شيء النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زاد مختن وزاد مقطوع له السرة، مقطوع السرة. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. يعني إذا كان يعني مختن، يعني كيفاش دخلت الملائكة في البطن وختنته؟ تختن بأمر من الله عز وجل، دخل سيدنا جبريل عليه السلام وختنه. يعني هذا شيء عظيم، لأن حتى الصبيان اللي تختنهم الملائكة تختنهم حتى بعد زيادة، ماشي في البطن تاع أمهم. وهذا يعني شيء عظيم، مختن من عند الله، مطهر، يعني مطهر. احنا نقولوا بكري روحوا نطهروا الولد، نطهروه يعني، ولكن هو جاء مطهرا، مطهر مختن. وهذه تدل على يعني خصوصية وطهارة ونور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى إلى هذه الدنيا مختن، ولم يكن ولم نسمع أي نبي أي ولي أي عبد صالح زاد مختن إلا هو صلى الله عليه وسلم. أما يعني في قضية الأخرى اللي هي أعظم وأعظم وأعظم، هي أنه خرج من بطن أمه أمينة رضي الله عنها وعليه السلام، خرج يعني مقطوع السرة. ونعلم كلنا والطب يؤكد هذا، أن السرة هي يعني لتربط يعني الصبي لكي يتغذى من أمه. يتم السرة مربوطة مع الدم وعلى مع يعني الدم تاع الأم، ويتغذى بواسطة السرة. هنا إذا كان الصبي مقطوع له السرة، سؤال منين كان يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ منين كان يتغذى؟ وهذا شيء عظيم جدا جدا جدا. وهنا يعني على كل حال معناتها أن الله كان يطعمه ويسقيه،
هذه بقدرة بشيء غريب لا نعلم كيف، لا نعلم كيف، ولكن أكيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عند الله، كان يأكل من طعام، وكان يأكل ما يليق به بأمر من عند الله، وكان الله هو بالذات الذي كان يطعمه ويسقيه في بطن أمه. حتى في حياته الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا، ولكن الناس ما فهمتش في الحقيقة كل المعنى تاع واحد الحديث. كي كان يواصل في الصوم وكان يحمل حتى أسبوع وما يأكلش حتى يضع الحجرة على بطنه، ولكن كان حتى ولو لم يأكل أسبوع كاملا إلا بعض القطرات من الماء يبقى واقفا قويا واقفا. وفي وصول يعني الوصول تاع الصيام اللي كان يصوم 3 أيام متتالية بدون ما يفطر، في مرة سألوه الصحابة قالوا يا رسول الله حاولنا أن نواصل الصوم كما أنت فلم نستطع. كاين والله أعلم سيدنا عمر وصل مكلاش نهار ونص يتسمى حتى الغدوة من ذاك على الظهور أفطر، ما لم يستطع أن يزيد. وسيدنا أبو بكر الصديق مثله أو زاد عليه شيئا ما حتى العصر، ولكن هو صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام وفي بعض الأحيان أكثر، لأنه لم يكشف هذا السر، يعني لم يكشف أنه كان يستطيع أن يصوم أسبوع أو لا يأكل 40 يوما. فقال لهم حديث يؤكد ما يعني حاولنا أن نفهمه ونشير إليه ونحييه، يعني نتكلم عليه لكي نعظم قدر وشأن نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، يعني ونعظم قدره بيننا كبشر، ولكن ليس كالبشر، هو بشر وليس كالبشر، ما هوش إنسان كما نحن. فقال لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كي قالوا له لم نستطع أن نواصل الصوم، قال لهم إني لست كهيئتكم، إن الله يطعمني ويسقين، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أكد أنه في حاله في هذه الحياة يستطيع أن يعيش بدون ما يأكل ويواصل الصوم أو لا يأكل لمدة طويلة، ولكن في نفس الوقت هذا الكلام هذا الحديث يؤكد ما كان له في بطن أمه، كان الله يطعمه ويسقيه ويربيه وينميه يعني في بطن أمه بقدرة ربانية، يعني لا يعلم سرها إلا الله عز وجل. حبيت نزيد على هذا يعني شيء عظيم. هل تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى في الليل، الليل مظلما ما كان لا قمر لا ضوء، وهو يرى كما أنه يعرف هكذا كما رأنا في اليقظة، يبصر كل شيء كل شيء كل شيء. وهذا يدل حاجة عظيمة، لأن هو كله نور، نعم، والنور تاعو يضيء ما حوله، ولكن لا، هو ببصره يبصر كما نبصر ونحن في اليقظة، يعني تشوفوا باللي يعني حتى البصر تاعو اللي مرتبط بالروح تاعو بالنفس تاعو بصر ليس بشري، لأن البشر في الليل البصر تاع الإنسان في الليل الظلمة ما يشوفش ولا يشوف إلا قليلا، يعني إذا كان حوايج قراب إليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى كل شيء كأنه في النهار، يعني صلى الله عليه وسلم. الشيء الآخر اللي حبيت أشير إليه ثاني ونذكر نفسي ونذكركم معي إن شاء الله، هو أنه كان يرى من وراء ظهره، كأنه عنده عينين أخرين من وراء ظهره ينظر ما راه يجرى، ما راه يجرى من وراء ظهره، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وهذا يدل على يعني أن الروح تاعو يعني روح يعني خاصة، نعم نورانية نعم، ولكن هنا
عندما هو راه يرى من ورائه وراه ينظر هكذا ويرى من ورائه، يعني هذه يعني حاجة أيضا لم تكن لأي نبي ولأي رسول من قبله. ويعني كي نحوس نفهم كيفاش نفهم، يعني النظر تاعو لا ينقلب له هكذا، ولكن بالروح تاعو اللي ترى الكون وهي شاملة في الكون ترى كل شيء، لأن ذلك هو الروح تاعو الآن راهي موجودة حية لأنها كانت شاملة وكانت ترى الكون، وهي يعني أضاءت الكون كله. الروح تاعو المنورة كانت ترى، كان يرى بروحه ما وراء ظهره، وقال كأنني عندي عينين من ورائي، يعني من وراء ظهري أرى بهم من خلفي، أرى بهم من خلفي، وهو كان يرى بالروح ليس بعينين يعني هذو، والله أعلم. أما يعني الخامسة اللي كنت يعني أريد ثاني أن أشيرها وهي حاجة عندي عظيمة جدا، النور تاعو يعني كما قالت عائشة كانت عندما يعني يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ونطفئ يعني المصباح نرى كل شيء يعني في البيت، يعني النور تاعو يضيء البيت. ولكن ما هو أعظم، هو أنه عندما كان يمشي يعني في الصحراء ولا يمشي في المدينة ولا يمشي ليس له ظل، النور تاعه أقوى أقوى وأقوى حتى كان يغطي وينير الظل، ما عندوش الظل، ما عندوش يعني هذاك الظل تاعه على الأرض. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ما كنت أريد يعني أن أذكره اليوم، لأن القمة تاع النبي صلى الله عليه وسلم قمة عظيمة يعني، والناس تغفل حتى يعني تشوفوا باللي الصلوات عليه، الصلوات عليه يعني تأتي بألوفات من الخير. ونزيد نذكركم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهذا شيء ثاني مفتاح عظيم للآخرة، من رآني في المنام في رؤية صالحة لا يدخل النار. سبحان الله وبحمده، كنت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم وتشوفه راه عندك بشرى أنك من أهل الجنة في هذه الدنيا. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بشرى له أنه مبشر بالجنة، لا يدخل النار أبدا أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد أوراق الشجر وعدد أنفاس البشر وعدد حبات المطر وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما كان وما يكون وعدد ما تراه العيون وعدد رفات الجفون وعدد الحركة والسكون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين من يوم خلق آدم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما واسع علم الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا خير خلق الله، ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدنا محمد يا رسول الله، ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدنا محمد يا حبيب الله، ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدنا محمد يا خير خلق الله.